يلا مشاهدين، هاي سيارة عصابات داعش حاولت ان تفر من جهاز مكافحة الارهاب، وهذا سلاح داعش ايضا كانوا يتواجدون ضمن هذه المنطقة، ومثل ما ذكرنا كانوا يرمون ايضا على العوائل اللي فرت من جحيمهم. هذا اعتادهم شنو بعد بها؟ هاي السيارة مالتهم، هذا الضوء مالتها لحد هسه مشتغل، قبل شوية كانوا يرمون علينا وهسه عافوها وانهزموا، وهذا الاعتاد مالهم باعله. نعم. جو. هنا بهاي السيارة لقينا ايضا الى الاخ ابو اسحاق عسكري عام ولاية الانبار، ارسال اخ استشهادي. نرسل اليك الاخ خضير لغرض تنفيذ عملية استشهادية وباسرع وقت. هذا الكتاب يرسلون به المنفذين الانتحاريين على قطاعاتنا الامنية. صوره.